خلينا نشوف بقى رأي النقاد عنها إيه. يعني كان لازم النهاردة نتكلم عن قوة تأثير سيدة الشاشة العربية في السينما المصرية، وإزاي صناعة السينما قدرت إنها تستفيد من هذه الموهبة القوية واللي حققت معادلة الإبداع والإبهار طول مشوارها الفني. عندنا تفاصيل كتيرة طبعا هيقول لنا عنها المؤرخ الفني الأستاذ محمد شوقي اللي معانا دلوقتي على التليفون. يا أستاذ محمد صباح الخير. صباح الخير يا استاذ محمد، وصباح الخير يا استاذ بسن. يا اهلا بحضرتك. عايزين في البدايه نعرف ايه المحطات الفنيه اللي مرت بيها الفنانه العظيمه فاتن حمامه عشان تصل في النهايه لانها تكون سيده الشاشه العربيه. طبعا هي سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه حاله فنيه استثنائيه ما مرتش في شريط السينما قبل كده ولا بعد كده. يعني فاتن حمامه نموذج الممثله او الفنانه المصريه او الفنانه العربيه اللي فعلا بتجسد مشاعر ومشاكل وأوجاع المرأة العربية على مراحل متعاقبة، ونجحت في كده بدليل أن كل العالم العربي بيعشق سيرة وأفلام فاتن حمامة. ويمكن مسيرة فاتن حمامة بدأت وهي طفلة 9 سنوات في فيلم يوم سعيد أمام الموسيقار الأشهر محمد عبد الوهاب عام 1940. طبعا يعني كان دورها مكون من 3 مشاهد، لكن المخرج محمد كريم لما لقاها عندها موهبة وحضور وذكاء كبر المشاهد بتاعتها وكترها طبعا. ومن يوم سعيد إلى هل هو ده الفيلم اللي كان بيضحك فيه محمد عبد الوهاب وهم بيصوروا؟ هو فعلا أنا عايز أقول طرفة جميلة قوي يا أستاذ محمد، إن كانت لما بتشوف محمد عبد الوهاب، يعني هي وهي بتمثل في قدام الكاميرا، فكان عبد الوهاب واقف مع كل الطاقم العمل، فكان بيضحكوا من طريقة أدائها لأن كانت تعتبر أول طفلة في تاريخ السينما يعني. فكانت لما تشوف عبد الوهاب بيضحك توقف التصوير وتقول للمخرج محمد كريم خرجوا بره، ده مش بيشوشر عليا. بيشوشر عليا. فكانت يعني أخذت الكلمات دي كلها من الحوار والكلام اللي بيتقال حواليها. فكان الطرف الجميلة حتى إن محمد عبد الوهاب جاب لها لعب، يعني هي بتقول فضلت محتفظه بلعبه منهم لغايه اخر يوم في عمرها من كتر اللعب اللي كانت بتيجي لها من محمد عبد الوهاب ومحمد كريم قصه الفيلم كله. ايه اللي ميز سيده الشاشه العربيه عن باقي جيلها؟ يعني هي كانت موجوده في وقت فيه عمالقه كبار وكلهم يحترموا وكلهم فن كبير، كلهم اثروا فينا، ازاي قدرت ان هي مش بس ان هي تتميز، لا تكون ليها مكانه معينه لغايه اخر يوم في عمرها، لغايه وفاتها في 2015، لغايه النهارده كلنا بنتكلم عنها، محفوره في ذهننا بشكل معين، ازاي قدرت تعمل ده؟ احترمت عقلية المشاهد. السيدة فاتن حمامة كانت بتتمتع بالذكاء الفني اللي تقدر فيه تقدر تميز امتى تظهر وامتى تختفي، امتى ولو ظهرت تقدم ايه او ما تقدمش ايه. حتى ان احنا بنشوف حواراتها التلفزيونية او الاذاعية او اللقاءات الصحفية نادرة جدا. هي كانت بتشوف او كانت بتحب تكون قوي تحترم عقلية المشاهد وتقدم له كل ما هو مهم، مش مجرد الظهور فقط. وكانت وجسدت كل الشخصيات اللي فعلا اثرت تاثير ايجابي على كل شرائح المجتمع المختلفه. فادى طبعا لاحترام وحب وجماهيريه الجماهيريه العريضه لها، لان كانت بتختار نموذج معين. النموذج ده حتى لو اختلفت الادوار او تنوعت الادوار، لكن في اطار النموذج البنت الشرقيه المحافظه اللي تحترم التقاليد والعادات. حتى ان يا استاذ محمد في بعض الافلام كان ممكن يكون في مشهد مثلا من المشاهد مش عاجبها بس هي عملته وبعد كده بتلوم نفسها عليه، واعتقد ده اتكرر في اكتر من مشهد في اكتر من فيلم كمان. هو يعني فعلا كنت لسه بتكلم عن فيلم لا انام في بدايه الحلقه وبقول ان هذا الفيلم في هذا التوقيت يمكن ما عجبش شويه الجمهور لانه ما كانش متعود ان يشوف فاتن حمامه بهذا الشكل، وكان في مشهد مثلا جماعه بعماد حمدي الجمهور نفسه هو اللي ما عجبوش هذا المشهد. لك ان تتخيل يا استاذ محمد ان الفيلم لا انام عام 1957، الفيلم ده فاتن حمامه تمردت فيه على شخصيه الفتاه المغلوبه على امرها. الجمهور حطم السينما ورفق شاشه العرض بزجاجات الكولا وقشر اللب والتصفير والتصفيق لانتهاء عرض الفيلم. وخرجوا وكانوا عايزين يفتكوا بالمخرج صلاح ابو سيف، وبعتوا رسائل للسيده فاتن حمامه في منزلها انها ما تعملش افلام من النوعية دي تاني، ولو محتاجه فلوس نجيب لها اللي هي عايزاها وما تعملش افلام دي تاني.
طبعا عشان كده فاتن حمامه يمكن خافت من اعاده التجربه او اعاده المجازفه مع المخرج صلاح ابو سيف في فيلم بدايه ونهايه في دور نفيسه اللي عملته باقتدار الفنانه الكبيره سناء جميل. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا المؤرخ الفني الاستاذ محمد شوقي، شرفتنا ونورتنا يا فندم.